تعيش بريطانيا أسوأ أزمة اقتصادية بعد تجاوز معدلات التضخم نسبة العشرة في المئة. منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت من أن بريطانيا ستكون ثاني أضعف أداء من بين الاقتصادات الكبرى في العالم العام المقبل، حيث خفضت بشكل حاد توقعاتها للاقتصاد البريطاني، متوقعة أن ينكمش بنسبة أربعة من عشرة بالمئة في 2023 وأن ينمو بنسبة اثنين من عشرة بالمئة فقط. في 2024 أما معدل التضخم فقد توقعت المنظمة أن يبلغ ذروته في نهاية هذا العام حول مستواه الحالي البالغ 11.1% وأن يظل أعلى من 9% في أوائل 2023 فيما توقعت ارتفاع البطالة من 3.6% إلى 5% بحلول نهاية 2024 مكتب الاحصاء البريطاني بدوره أصدر بيانات توضح أن صافي اقتراض القطاع العام بلغ 16 مليار دولار في أكتوبر الماضي، ما يجعله رابع أعلى اقتراض شهري منذ 1993، متوقعا أن يتضخم عجز الميزانية في الأشهر المقبلة بفضل إجراءات دعم فاتورة الطاقة وتباطؤ الاقتصاد. وتعليقا على بيانات مكتب الاحصاء البريطاني دافع وزير الخزانه عن ارتفاع الدين العام مؤكدا ان الحكومه زادت الاقتراض لدعم ملايين الاسر والشركات خلال جائحه كورونا، وبسبب التداعيات الناجمه عن الازمه الروسيه الاوكرانيه. كانت الحكومه البريطانيه اعلنت عن ميزانيه تقشف تقوم على زياده الضرائب وخفض الانفاق بقيمه 65 مليار دولار، بينما اكدت ان اقتصادها دخل في حاله ركود.